كمل برضه بمناسبه الشائعات. طبعا لاحظنا بعد الماتش اللي فات حمله مدبره ضد برونو سافيو اللي هو الراجل البرازيلي اللي لسه جاي من اول ماتش. يعني من اول ماتش قال لك لا ده لعيب على قده، ده لعيب مش امكانيات النادي الاهلي، مع ان هو الراجل طبعا التقييم ما بيبقاش من اول ماتش المفترض يعني كده، سواء مدير فني او لعيب، ولكن بيبان بعض الملامح. يعني كان في لمحات فنيه على فترات، شفنا بعض اللمحات منه في كرات صعبه شويه، شفنا بعض اللمحات منه وعليه ضغوط. فقال لك مره ايه بقى، يقول لك ايه، لا ده يعني بصراحه يعني ده مش لعيب، مش لعيب كويس، مش ده اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي. ماشي. تاني مره قال لك ايه، ده متمرد. مره ثالثه، والغريبه ان بعض الاعلاميين يقول لك ايه، ده كمان هيتوقف سنه. جاب الكلام ده منين؟ ما اعرفش، ما عنديش فكره. مره يقول لك ده تحقيق، وما راحش التحقيق على فكره عشان النادي الاهلي لعبه الماتش اللي فات. طب هو الراجل ده عامل لك قلق ليه؟ انت مالك انت بالنادي الاهلي ده؟ خلي بالك حضراتكم اللي بيتكلم كده ايه، صفحات المنافس. يعني صفحات المنافس هي اللي بتكتب الكلام ده، وبتتكلم عن برونو سافيو، بتتكلم عن لعيبه الاهلي، وبيتكلموا على انه هيتوقف اكتر من كلامهم على ناديهم ولعبتهم. طب ليه يعني؟ ليه؟ اكيد برضو حمله معموله على سافيو ومعموله على لعيبه النادي الاهلي في الفتره دي. ان شاء الله نتمنى التوفيق لسافيو الفتره اللي جايه، نتمناه ان هو يتالق مع نجوم النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله يعود الفريق مره اخرى هذا الموسم لمنصات التتويج. بالمناسبه برضو عشان بس افكر حضراتكم بحاجه معينه، اللي بيتكلموا عن شعبيه النادي الاهلي الفتره دي، واللي يقول لك شعبيه النادي الاهلي قليله، لا شعبيه النادي الاهلي اصل في الخليج اقل. طيب حضراتكم اكيد متابعين للبطوله العربيه لكره السله اليومين دول المقامه في الكويت. ناخد خبر بس في الاول، اللي هو تذاكر مباراه الفاينل النهارده ما بين نادي الاهلي بطل مصر وبطل العرب وبطل نفس البطوله دي السنه اللي فاتت، والكويتي النهارده ان شاء الله في الفاينل الساعه 6 في نفس توقيت ماتش النادي الاهلي بتاع كره القدم. ده سيناريو مكرر لنهائي السنه اللي فاتت اللي النادي الاهلي كسب فيه 78-66 في اسكندريه. السنه دي بيتكرر نفس السيناريو في الكويت. شفنا الماتش اللي فات ضد كازما الكويتي جماهير النادي الاهلي كانت عامله ايه في الملعب. نتكلم على الخليج، الكويت، جمهور النادي الاهلي كره سله، جمهور النادي الاهلي كان مالي الصاله الماتش اللي فات. جماهير النادي الاهلي كان هي اللي صوتها باين، وفي اقبال كبير جدا 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 على التذاكر، ومالوا الصاله. جينا النهارده الفاينل، ايه اللي حصل؟ كان حصل ان التذاكر عليت شويه لبعض الاسباب، طبعا كلنا عارفينها، طبعا برضو للحد من جماهيريه النادي الاهلي داخل الصاله، ولكن جماهير النادي الاهلي في اي حته ما بيهمهاش الكلام دوت. جماهير النادي الاهلي ورا النادي الاهلي مهما كان من تضحيات، يعني اخر حاجه بيفكروا فيها حته الماديات دي مهما كان. وجماهير النادي الاهلي النهارده ان شاء الله هتبقى ماليه الصاله باذن الله في نهائي البطوله العربيه. اللي عايز اقوله ان احنا كنادي اهلي، لا شعبيتك طاغيه في جميع انحاء العالم، مفيش فرق. ما تعملش مقارنات، ما احبش اعمل مقارنات انا، بس انا قلت النهارده بس حاجه بسيطه علشان يعني حاجه بتحصل غلط، انما لما تيجي تعمل مقارنات هيبقى في ظلم الانديه الثانيه. النادي الاهلي هيكتسح. نتكلم على كره اليد والصالات. عندك فريق كره اليد ان شاء الله هيلعب في كاس العالم للانديه في السعوديه بدايه من يوم الثلاث، معاه في المجموعه مدر السعودي بنفيكا البرتغالي. هنشوف مباريات الاهلي في السعوديه، ده مكان تاني غير الكويت، فيها جماهير قد ايه؟
هتشوفوا الماتشات النادي الاهلي فيها جماهير قد ايه. يعني دايما لما اتكلم عن شعبيه النادي الاهلي في افريقيا والشرق الاوسط هنقول ماشي النادي الاهلي يعني بصراحه مكتسح. النادي الاهلي شيله بره لان النادي الاهلي في حته تانية خالص، ودايما هو النادي الاول اللي على القمه. هما بقى بيحاولوا يقول لك ايه ده، حتى في اسيا لا النادي الاهلي ملوش في القاعده جماهيريه كبيره قوي. اهو اديك شفتوا حضراتكم في الكويت الاخبار ايه، في السعوديه ده احنا لما بنروح نلعب مباريات وديه في السعوديه، لما رحنا قطر في كاس العالم، اديكم شفتوا حضراتكم جمهور النادي الاهلي شكله ايه. جماهير النادي الاهلي وفي الامارات جماهير النادي الاهلي شكلها ايه. جماهير النادي الاهلي هي اللي بتنجح الحاجات دي، هي اللي بتنجح المسابقات. طب نرجع بقى كمان لماتش الاهلي والزمالك في السوبر اللي هتلعب في ابو ظبي في الامارات. تذاكر نسبه كبيره جدا منها اتباع لجماهير النادي الاهلي. مش احنا اللي بنقول كده، انما الاخبار اللي جايه هناك جماهير النادي الاهلي اخذت معظم التذاكر. لما تيجوا تتكلموا على النادي الاهلي ما تقارنهوش بحد، لان المقارنه دي هتبقى فيها ظلم ليكوا انتوا مش للنادي الاهلي، بالعكس النادي الاهلي في حته تانية كبيره جدا 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 جدا، وبعديها بمراحل وانت نازل كده يجي اقرب المنافسين.